واحد رست لعيس زيتون، يا هذا الوضع اللي يحب يوصلونا ليه بيكمي براس لفت وضع بتاع تونس. ما هذا كيفاش وصلنا مع هذا الواحد ولا يكمي براس لفت هذا الوضع بتاع البلاد. يحبوا الواحد ما يجيش منها البلاد هذي ويقعد شنو مسقط راسي شنو مسقط راسي بس وعزيتو هي في الاخر بعدها تعس ونعزو ويجي في الاخر السارق يهزها كله يهزها على بعضها كله. هكا يا عجمي هكا يا عجمي يا رسول الله. اهلا اهلا اخويا النقار. مانيش خوك مانيش خوك فضحتني خليت فيها اخوة تذكر في الخدمة يا عجمي تذكر في الخدمة. لا لا يا نقار ما هيش نسكر ضربات وبرا ما هي ما تعرفني ما نسكرش راني انا مستحيل قال نسكر. يا عجمي راني كلمت الراجل وحشمت روحي باش تدبر مصروفك تجيب تذكر في الخدمة. روعي روعي بالحق. يا نقار الحديث هذا الويل تو احنا وصلنا للحديث هذا انت فين لقيتني تو مش في مقر العمل. يودي مقر العمل كل شيء سارخ مش نجم كيما هكا. أنا قاعد أنا نعس نخار أنا قاعد نعس في مقر العمل وزيد نعطيك حاجة أنا راني ما نعسش من هبل نعس وأنا فايق الحق. ها هبل نعس وأنا شيخ باش نعرف فيش نتعامل مع السرق. أنت حتى تتعامل مع روحك أنت حتى تتعامل مع روحك أنت تو تلو أنت هكا بتتجاوب مع السرق هكا بتتجاوب معاها. نبدا عداها نجم نتجاوب معه السارق نعرف فيش ناخذ ونعطي معه ونتصرف معه. خليني انا نخدم شي خليني يا عجمي يا عجمي يا عجمي راه الراجل سهلني عليك راك في وجهي يا عجمي قلت له انسان طيب انسان عاقل انسان خطير ونعرفك راك سفزوف ها تحب الحق. انا قارت انا وراس خويا ما نحشمك انا ذبانه ما درت العبش انا ناس هاك عمو غادي هاذيك قطوز ما نسيب شي ما أقول للسيد وجيه قد تسكر يا عجمي ما وجيه قد تسكر تسكر في الخدمة لا قدر الله جي سارك أنت مش نجم تشد سارك هكا. أبي حقرني تهذا حديث يقول حقرنا لا يتعدى واحد تهبش السيد الوين طولوا فيها ما نحبش للجغجيغ ياسر أنا نقار أنا ما تعيش علي كني ما تحب الجغجيغ ما نحبش تهبش السيد نجربه مش نجرب هاي مثلا أنت سارك ترى احترم عجمي كنتي ليه عاد دار لا قصدي معناتها كلي سارك نمثلوا مثلا هما قولي نمثلوا مثلا انت سارك ايه هاي تحب نشوفه نشدك ولا ما نشدكش بارا سيدي هاني سارك مش نور ترى شدني وريني اللي نعرف على بيعتك انت خليك في بوزيسيون تاع السرقه ما تسربش عاد انت خليك هكاك مثلا انت وانت في البوزيسيون كنت انا اختفتك تسرق سارك هذا الشكار هاي مش نراوغ نعمل هكا ونعمل هذا ولا انا زين فيك وفي يا عجمي كب ساعدك يا عجمي لو هكا وقف لا جيم ولا الزيتون وقف 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 ستار الله ستار الله كيس كيس ما تكبش الحمد لله كيس ما تكبش هكا مش هكاك عاد ما تفهمناش هكاك اخويا هكا باش تشد سارق يا عجمي باش نعاودها في الاخر انت عليك تشد روحك خلينا نعاودها بالرلونتي ترا شنو نعاودها بالرلونتي ليه يا بابا السارق مش وقت حابت حتى تشد انت ويعاود لك بالرلونتي هذا خير طلع يا عجبي والله يعيب عليك والله يعيب قار يا خويا تو بلي زعمه باهي تو انت تو تحب تعاند فيه خاطر ما تنجموش تفهموني راه ولد فرضا شادي السارق يسرق في الزيتون اي ايش بيستعمل معدو غادي نزول الحرس تو هذا حديث نقار شي شاد سارق هز الحرس مش تربة سارق تو بتاع زيتون ماله ما نسيبوه شبيك هذا الوضع تو خبارات في الحبس وزرة واحد تخذهم تجيبوا لهم معدي يسرق زيتون تحطها معهم في الحبس ايه نسيب الزوال ونشدوا الكبارات يعطيك الصحة يعطيك الصحة فضيحة تصير فضيحة تقولي فضيحة هتخيل واحد معناتها سارق زيتون يتربط مع وزير الفلاحة من الزمير بالطيب ايه هذا كله فرسية يتقابلوا مع بعضهم عجب انا وزير الفلاحة كل منطق ما تجيش كبارات واحد ما يحبوا شكون يقلقهم زوالو يعلم بهم ربي هم السرقوا جيب واحد يسرق جيبك يسرق زيتون زيب عليك القار من الحديث الفارغ هذا خزبات عجمي ولا شبيك ليش اثر فيك الشراب؟ ما فهمتش كيفاش تنظروا لي يا معناتها
تعرف احمد ما طرش يقول. اسمعني عجم، نقول لك ني راني يعلم بيك ربي، والتخمريش نتاعك خليه غاد، ني يعلم بيه ربي باش دبرت لك الخدمه ونحشم في وجهي. طالع بيه دبرت لي خدمه، خدمه جات في الكنام، دبرت لي في الكنام. كنام انت راك تجي تسكر فيا، ما في كلام واش نعمل؟ نسك في الفتكة غادي. خمالة توا دبرت لي خدمة، الخدمة نعس في الزيتون. ترى انا قال قفة شهيد الهجمي، ما تهجريش. نرجع لك قفة شهيد وني قريت وني عملت وني ايش نعمل لك؟ كير وسط الشوب انا خار. برا شحال اللي فيها الندابة توا؟ ولا نايم معناتها؟ يا عجمي كمل هالدوزة، ايش الراجل؟ لص على الزيتون. يا عجمي كمل كمل هالدوزة اخوي، وبرا اوقف شوف ثم في الزيتون دي ليه هكر يا رقار. يا اخويا انا مهنيك، انا قلت لك معناتها خليني نحب نسكن باش نعرف ايش نتعامل مع السريق. يا عجمي وراس خويا ايش نموع. يا عجمي يا عجمي نعرف ترى تو نعرف كنسان طيب وكذا وحدك حد روح، لكن عندك هالصنعه هذه ما باش نحا تو في الخدمه راهو ما يسكروش راهي في الخدمه بشيء. تو تقول لي سايب وسارق، تو هذه خير طالعه ما تسيب فيه السارق، ما تسيب فيه بالك كل زوال يمشي يسرق عاد خير عاد الدنيا السلام. يسرق زوالي من الشعب يقعد يتفرج فيكم حالين فامكم هكا تمسيح يقعد يتفرج. عجمي عجمي راه تقول فيه راك غالط، خيما انا زوالي ما عنديش نمشي نسرق. هاي ما سبوليش الشهريه وهالو تيد نتاع الزر وبالع من النواحي كل نهد رجل تغرق رجل وما سرقتش. عجمي انا اخوك العجمي نحلل لك، انا نحلل لك باش عندك حق. حتى في الصيف شكارة زيتون نجي تسرق. في الصيف شكارة؟ تسرق. إيش تعمل خويا الصيف شكارة؟ صيف شكارة كيلو تو سلة 2000 نقار يا خويا. كاين كل يوم تهز الصيف شكارة تطيح 40 50 دينار بالمرتاح تصرفها أنت، ما صبولكش شهرية مقينة. خويا أنا خوك أنا ما يخليكش. شنو؟ باري نمشي نهز. نمشي نسرق؟ أها عجم احترم راه. شنو يبرسك يا عجم؟ خلينا بالقدر، شنو يبرسك؟ قداش هو الفين الكيلو؟ قلت لك الكيلو في 2000. بالفين؟ مش صيف شكارة تطيحها بالاربعين وخمسين دينار. صيف شكارة 50؟ كل يوم انت تجي. كيف فيك يا عجمي تو عندك قداش تخدم؟ قلت لي هنا على البسكة، تيشوا على البسكة صيف شكارة. هي كل نهار. برا كل يوم يجي عبي من عند خوك وانا فا. عجم. يا عجمي صعيبة صاحبي راهو يا عجمي والله صاحبك بالضربة هي في الصاحب يا نقار بالضربة تجي كان في الصاحب يقعد يلوم يا عجمي يقعد يلوم ديما وعادك تسرق صاحبك على الأقل خير ما تسرق براني صاحبك النجم نظره عليه سامحك كي نجم كذا خير ما تسرق براني والله قلت الحق وزيد هو كان تحكي أنت صاحبي واحد يعرفك مقينة وكذا وما سبوه ويخدم مكاس في الأسواق فلوس جيك بالبالة بالبالة برا هز اختك مع اللغة برا انا محللك برا انا نعس انا مسؤول انا مسؤول برا هز الصيف شكارة زعمة نعطيك شكارة لا 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 خلي عندي شكارة عندي شكارة صار قاري حسابي عندي شكارة قاري حسابي عايشك اسمعني اسمعني عبي بزيت برا عبي بزيت وتعد جيب لي كيفة جيب لك كعب ومش مزيق وتستاق ونجيب لك كعب اخرى من عندي دبي تجيب جو كل يوم يجي عبي هنا عايش قاعد الله يخلي يرحم والديك يا عبد والله يرحم بايك الطيب يرحم بايك الطيب يرحم الخلى خوك راجل تعرف خوك نعرفك يا عجبي حتى انا جيت قال لي كذا تعرف نعرفك راجل ونعرفك ولد حرام هاي ربي يخليك اسمعني انت راجل تطلع راجل مني هاي. او عند السينيه الفوق في الحماد خويا نتاع طمس هاي كعبه الطمس والله ململ ما تلمني طمس يلصقني من بعد الزيتون يا ودي سايق من الزيتون سايق نطلعك للطمس من الفوق كيفاش كعب الطمس يا ودي قد هكا كعب الطمس مرمر ما ترمري والله لازم كان هذا الواحد يدورها وسكي يا نقار يدورها وسكي تسكي تو تجي الفتكه مش هكا اخوي خلينا نمشي اسمعني عجب برس ميمتك كان جي الصبي ولد ولدك اي ولدي هاي. يا شيخ تمشي مش لك الزيتون ما غادي تعرف ما تعليها قال لي الحويله هذه ما نجبحها كاني يا باب اسمعني تو نبعث للتكوبري مو غادي من تيل عايش كعجب الله يرحم عم الطيب الله يرحم عم الطيب الله يرحم عم الطيب يرحم من الخلى عايش كعجب مريقلي يا اخويا كنقول لهم راهو السريق معناتها انا نحب نتعامل معاهم ولا شيخ بلع خاطر راني كي في قلهم راهو معناتها البلاد هذه ما عرفش انا شنو نعمل فيها ما نحبش نفيق انا نحب ديما
شيخ باش نجاوبوا معاهم السريق.